خطة تشغيلية متكاملة وضعتها السعودية لموسم حج هذا العام وفق مقاييس أداء عالية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وزارة الحج والعمرة كشفت أن الخطة ستهتم بالتعامل مع الأفواج عبر الخدمات الإلكترونية، منها برنامج التأشيرة الإلكترونية في أكثر من دولة، وتجربة البطاقة الذكية مع عدد من حجاج روسيا، خدمات تقنية متقدمة للحجاج في تطبيق مناسكنا على الهواتف الذكية، خدمة الترجمة الذكية تحت شعار نستقبلكم بلغات العالم، منصة ضيف الإلكترونية بأكثر من 17,000 حافلة لتيسير الإرشادات، منصة كن عونا لتنظيم سير عمل الفرق التطوعية ومهامها في خدمة ضيوف الرحمن. الوزارة ربطت جميع الجهات العاملة والمشاركة في منظومة الحج والعمرة بمسار إلكتروني لتقليص مدة الإجراءات ومراقبة مستوى تقديم الخدمة بمتغيرات وآليات الذكاء الاصطناعي السعودية تدير منظومة الحج والعمرة.